بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت وسلمت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم يسر أمورنا ووفقنا لما تحب وترضاه يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. أحمد بن عمر الزبيدي، هتنوزعها عليهم بقى. بالنسبة للورقة التي فيها كتب المذهب هنوزعها عليكم، وفي بس تصحيح بسيط هنصححه، هنكتب أحمد بن عمر الزبيدي الذي اختصر الروضة في العباد. أحمد بن عمر الزبيدي هو كتبها ابن المسجد، هي أحمد بن عمر الزبيدي، ابن عمر الزبيدي. جزاك الله خيرا، خذ القلم. اختصر الروضة، السيوطي في الغنية، وأحمد بن عمر الزبيدي في العباب، وابن المقري في الروض. أحمد بن عمر الزبيدي، ايوه احمد بن عمر الزبيدي. بس احنا كنا وقفنا في السنن على الضحى، كملناها، اكملنا الضحى، وقفنا عند كلمه العباد، الواقع في العباد، اه في اول ثاني سطر. نبدا من صلاه الضحى على اي حال، نقرا هو من حاشيه الشيخ ابراهيم البيجوري، شرح ابن قاسم الغزي على متن الغاية والتقريب للقاضي أبي شجاع رحمهم الله تعالى، ونفعنا الله بعلومهم في الدارين أمين، في فقه السادة الشافعية. ونحن كنا في السنن النوافل المؤكدات التي ليست تابعة للفرائض، وقلنا أحدها صلاة الليل وانتهينا منها، وصلاة الضحى، وصلاة التراويح. نقرأ صلاة الضحى من الحاشية. قوله صلاة الضحى أي الصلاة الواقعة في الضحى، وهو ارتفاع الشمس فالإضافة إلى الضحى لفعلها فيه. وهل هي صلاة الإشراق أو غيرها؟ الذي في شرح الرملي أنها هي يعني صلاة الإشراق، أصل في ناس ساعات يقول لك في سنة إشراق، دي حاجة غير الضحى، لكن الإمام الرملي قال سنة الإشراق هي نفسها صلاة الضحى، فلا فرق. اللي هي ركعتين الشروق او صلاة الضحى سيان. وعبارته، عبارة الرملي، وهي صلاة الاشراق على الضحى، كما افتى به الوالد اللي هو الشيخ احمد الرملي، والد محمد الرملي. وان وقع في العباب اللي هو بتاع احمد بن عمر الزبيدي الذي اختصر الروضة للامام النووي، التي اختصر فيها الشرح الكبير للإمام الرافعي. وقع وإن وقع في العباب أنها غيرها، وقال ابن حجر أنها غيرها، ابن حجر الهيتمي قال إن سنة الإشراق دي حاجة منفصلة عن الضحى، غير ده ابن حجر الهيتمي. إحنا عندنا على فكرة لما ابن حجر الهيتمي يرجح والرملي يرجح نقدم ترجيح الرملي. ونقله ابن قاسم عن الرملي أيضا في غير الشرح، وعليه فصلاة الإشراق ركعتان، ويحرم بهما بنية سنة إشراق الشمس، ويتأكد على الشخص قضاؤها إذا فاتت لأنها ذات وقت، وهو وقت طلوع الشمس.
ولا تكره حينئذ لما علمت من أنها ذات وقت، يعني لا تكره من حيث الصلاة، من حيث إعادتها إذا فات وقتها لأنها متعلقة بوقت. يبقى كل صلاة متعلقة بوقت وفاتت لك أن تقضي. وطبعا وقت طلوع الشمس مش لحظة الإشراق، يعني بعد ارتفاع الشمس في كبد السماء بقدر حوالي 3 أرماح، يعني بيقولوا حوالي 1/3 ساعة، أدنى ما يمكن حسابه 13 دقيقة بعد الشروق، على أساس إن كل درجة بتاخد 4 دقائق، كل درجة 4 دقائق في حركة الشمس، فيبقى 3 درجات ب12 دقيقة، والدقيقة الزيادة 13 تثبت، يبقى أدنى حاجة 13 دقيقة، والغالب حتى تتيقن تماما يبقى 1/3 ساعة. وعشان كده الناس لما بيقعدوا بعد صلاة الفجر حتى تشرق الشمس تلاقي غالب الناس ينتظروا 1/3 ساعة، ويسألك هو الشروق امتى يا ابني، وفات 1/3 ساعة ولا لسه، عشان يقوم يصلي، لأن حتى تزول وقت الكراهة. ودعاء صلاة الضحى، صلاة الضحى لها دعاء، وإن كان يعني ليس واردا مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه تعارف الصالحين، تعارف عليه الصالحون وواظبوا عليه. تقول: اللهم إن الضحاء ضحاؤك، والبهاء بهاؤك، والجمال جمالك، والقوة قوتك، والقدرة قدرتك، والعصمة عصمتك. اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان معسرا فيسره، وإن كان حراما فطهره، وإن كان بعيدا فقربه، بحق ضحائك وبهائك وجمالك وقوتك وقدرتك. آتني ما آتيت عبادك الصالحين. دعاء لو حبيت تحفظه خير وبركة، ما حفظتوش ادعي بعدها أي دعاء بعد صلاة الضحى، بعد ما تخلص وتسلم تدعو أي دعاء. ممكن تقول: اللهم يسر لي رزقي، ووفقني لما تحب وترضى. وممكن تقول: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ممكن تصلي على النبي وتحمد ربك وتسأل لما شئت، أو تكتفي بالذكر، كل ده جائز. لكن لو قدرت تحفظ الدعاء ده جميل. وما يقال من أن صلاة الضحى تقطع الذرية لا أصل له، وإنما هي نزغة ألقاها الشيطان في أذهان العوام. يبدو أيام الإمام البيجوري كانت طالعة أشعة، اللي يواظب على صلاة الضحى بإيه ما بيخلفش. الظاهر الحكاية دي كانت مشهورة، إشاعة كده طلعت أيام الإمام البيجوري صاحب هذا الشرح، فهو بينوه عليها إن دي نزغة من لكنها مش مشهورة عندنا، إحنا في عصرنا إحنا اختفت. وما يقال من أن صلاة الضحى تقطع الذرية لا أصل له، وإنما هي نزغة ألقاها الشيطان في أذهان العوام ليحملهم على تركها. ويستحب القراءة فيها بالكافرون والإخلاص، يعني بعد صلاة بعد الفاتحة في الركعة الأولى تقول سورة الكافرون، وبعد الفاتحة في الثانية تقرأ سورة الإخلاص قل هو الله أحد، وهما أفضل من الشمس والضحى، من الشمس والضحى، وإن وردتا في حديث، لأن الكافرون تعدل ربع القرآن، والإخلاص ثلثه بلا مضاعفة كما قاله الرملي. يعني إيه ثلث القرآن بلا مضاعفة؟ أنت لو قرأت القرآن، لو قرأت 1/3 القرآن 10 أجزاء، أنت بتاخد على الحرف 10 حسنات، مش كده؟ أدنى تضعيف. لكن لو قرأت كل والله واحد تاخد 1/3 القرآن بلا تضعيف. بس أدي معنى كلام، مش مضروب في العشرة. فهمت بقى المسألة؟ يبقى ويقصد انك انت طيب، وامتى تجمع بين الاحاديث كلها؟ لو هتصلي الضحى 4 ركعات، يبقى يفضل في الركعة الاولى منها تقرأ سورة الشمس، والتانية الضحى، والتالتة الكافرون، والرابعة الاخلاص، لو هتصليها 4 ركعات، لان هي ادناها 2 ركعتين واقصاها 8، والوجه الضعيف ان هي اقصاها 12، ده وجه ضعيف والعمل على خلافه. وأقلها 2 ركعات، لو هتكتفي ب2 ركعتين يبقى تقول الكافرون وقل والله واحد، لو هتخليهم 4
تبقى الشمس وضحاها والضحى، وقل يا أيها الكافرون، وقل هو الله أحد، 4 سور في 4 ركعات. وأقلها ركعتان، وأدنى الكمال 4. أدنى الكمال يبقى أقلها من حيث الإجزاء 2 ركعات، وأول درجة في الكمال 4، وأعلى درجة في الكمال 8، وأدنى الكمال 4 وأفضل منه 6، لأنك قربت للكمال اللي هو 8، وأفضلها وأكثرها 8 ركعات على الصحيح المعتمد، خلافا لمن قال أفضلها 8 وأكثرها عددا 12 ركعة، وهو الذي مشى عليه الشارح، وهو ضعيف، يعني ضعيف في المذهب. فلو أحرم بأكثر من 8 لم ينعقد، لأن الضحى إحنا إيه عندنا الراجح إنها 8، فلو قال نويت صلاة 10 ركعات ضحى لا ينعقد، لا تنعقد ضحى، تنعقد مطلق تطوع. كويس، لأن إحنا ممكن يجيب 8 بإحرام واحد وتسليم في الآخر، ومع كل ركعتين يقرأ نص تشهد، نص تشهد، نص تشهد، ويجي في الآخر يقرأ تشهد كامل ويسلم، له أن يفعل ذلك. ده على الوجه الضعيف، تبقى جائزة على الوجه الضعيف، لكن لم تنعقد ضحى على الوجه الصحيح عندنا، لا عليه الفتوى. فلو أحرم بأكثر من 8 لم ينعقد إحرامه المشتمل على الزائد إن كان عامدا، وإلا انعقد نفلا مطلقا، وله أن يجمع 8 في إحرام واحد، والأفضل أن يحرم في كل ركعتين عشان فيها عمل زيادة، لما كل ركعتين يبقى إحرام جديد بركن جديد، لأن تكبيرة الإحرام دي ركن، لكن التكبيرات الانتقالية دي سنة، مش كده برضو؟ والركن ثوابه أعلى من السنة، يبقى أنت تكبيرة الإحرام وإن كانت هي الله أكبر، وتكبيرة الانتقال برضو الله أكبر، بس وزن الله أكبر في الإحرام 70 درجة أدى الله أكبر في تكبيرات الانتقال. وعشان كده لما تخليها ركعتين ركعتين تبقى أنت زودت فضلها، بالإضافة لأن تكبيرة الإحرام مصحوبة بركن آخر وهو النية، مش كده برضو؟ ومصحوبة بالقيام، والقيام أفضل، يبقى نية يبقى في عندك أنت 3 أركان بتعملهم متطابقين في أول كل صلاة، 3 أركان متطابقين، القيام وتكبيرة الإحرام والنية كلهم في وقت واحد متطابقين، 3 أركان، واخد بالك؟ تنوي تقول الله أكبر وأنت من قيام، يبقى قيام ركن، تكبيرة الإحرام ركن، والنية ركن، يبقى انت لما تكررها 2 2 2 يبقى زدت 3 أركان في كل مرة. فهمت ازاي؟ غير كده كمان قرأت تشهد كامل في كل ركعتين، التانية هتقرأ تشهد نص التشهد، فزودت فضل التشهد كامل، ومش كده وبس، ودعوت الله في نهاية كل تشهد قبل التسليم لأنها سنة، واخد بالك؟ وصليت على النبي والآل، ومش كده وبس، والتسليم ركن. يبقى شفت بقى لما تخليها 2 2 زودت كم ركن وزودت كم سنن، فعلشان كده تبقى افضل، يبقى 2 2 افضل من ايه؟ لكن انا قلت لك امتى تلجأ انك انت تنويها 8 مرة واحدة؟ لو كنت انت بتجربة نفسك تيجي تصلي ركعتين تنشغل بأي حاجة تانية، فهمت ازاي؟ بالتجربة مع نفسك، فانت في حالة ادبك مع نفسك تأدب نفسك، تروح حابس نفسك ب8 عشان ما تعرفش تطلع، لان انت ممكن تصلي تبقى ناوي تصلي ركعتين 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 لما تكملهم 8، واسألنا انا اصلا مجربها مع نفسي، تروح نصلي ركعتين وبعد ما تخلصهم تفتكر حاجات تقول ما كويس كده اقل الاجزاء 2، اما اقوم بعمل حاجة تانية، يجي لك تليفون، يجي لك مشوار، يجي لك معاد، تقول طب اما اشرب كوبايه شاي واقرا الجورنال وبعدين ابقى اكمل، وترسي في الاخر ما بتكملش. يبقى في الحاجات دي لو انت عارف الكلام ده كله من نفسك يبقى ايه، تروح ناوي 8 الله اكبر، يبقى حبست نفسك.
جبتهم على طول حته واحده، يدخلوا ينادوا عليك ما يلاقوكش تجاوب لان في صلاه، التليفون يرن يردوا عليه اصله بيصلي، خلاص خلص. غير بقى ايه بين الركعتين تطلع تعمل 100 مشوار. فدي ميزه معرفتك للفقه بتفيدك في انك انت ازاي تأدب نفسك في حال الطلب وحال السلوك مع الله. خلاص طرأ عليك عذر لك ان تقطعها، يعني انا نويت 8 ركعات وبعدين حصل ان جالي عذر شديد، حد بينادي عليا، عند 4 ركعات اسلم، عند 6 ركعات اسلم، عند ركعتين اسلم، خلاص سهل. ايوه مش شرط متتاليين، لا يشترط التوالي، يعني لا يشترط موالاتهم اتنين 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 ورا بعض في قاعده واحده. انت عندك الضحى مثلا من بعد الشروق بتلت ساعه لحد قبل اذان الظهر بتلت ساعه، كويس، حوالي 5 ساعات، فلو كل ساعه تصلي ركعتين تمشي، ما يجراش حاجه. واكثرها 12 ركعه، ده كلام مين؟ كلام القاضي شجاع في متن الغايه، لانه ماشي على الوجه الضعيف، ضعيف كما علمت. ووقتها من ارتفاع الشمس، اي كرمح، من ارتفاع الشمس كرمح، والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار. ووقت الاختيار بتاعها يبقى وقت الجواز يبدا بعد ارتفاع الشمس بقدر الرمح اللي انا قلت لك، ادناه 13 دقيقه او 12 دقيقه ادناه، واثبته تلت ساعه. وافضل وقتها الاختيار انك انت تصليها في ايه، في منتصف كده النهار، يعني مثلا ايه، يعني الساعه 9 الصبح، الساعه 10 الصبح، دي الافضل. قبل الظهر بتلت ساعه اللي هو الزوال. ايوه. والاختيار فعلها عند مضي ربع النهار، فيكون في كل ربع صلاه، عشان يبقى في كل ربع صلاه، صليت الصبح في اول النهار، اول ربع ما انتهى تروح جايب الضحى، عدى الربع الثاني تجيب الظهر، وبعد كده الربع الثالث تجيب العصر، الربع الرابع تجيب المغرب، يبقى في كل ربع في صلاه. علشان كده بيقول لك تجيبها في ربع النهار افضل. والثالث اي من النوافل الثلاث المؤكدات غير المرتبطه بالفرائض، صلاه التراويح معروفه. صلاه التراويح اللي هي صلاة بعد عشاء رمضان، صلاة مخصوصة بشهر رمضان، ويبدأ وقتها بعد صلاة عشاء رمضان، واضح؟ في كل ليالي رمضان صلاة التراويح، أي ولو فرادى، يعني لو هتصليها منفرد، وتسن الجماعة فيها. يبقى الضحى لا تسن الجماعة فيها، صلاة الليل لا تسن الجماعة فيها وإن كان يجوز، خد بالك، يجوز الجماعة في الضحى ويجوز الجماعة في صلاة الليل ولا تسن. وقلنا قبل ذلك قاعدة، أن كل ما لم يشرع فيه الجماعة يجوز فيه الجماعة، وكل ما شرع فيه الجماعة يجوز من انفراد. سهلة دي، قاعدة كده تحفظها. فصلاة التراويح شرع فيها الجماعة مش كده، فتجوز فرادى، وطالما شرع فيها الجماعة يبقى اتيانها جماعة أفضل. وتسن الجماعة فيها وفي الوتر بعدها، وكذلك في صلاة الوتر بعدها يسن الجماعة. يعني لو واحد بيصلي التراويح مع الناس في المسجد وبعدين يجوا يوتروا ويقول لك أنا حاوتر بقى بالليل لوحدي، أفضل ليه يوتر مع صلاة المسجد، واخد بالك؟ حتى لو ناوي يصلي بعدها ويروح بيته يريح شويه ويبقى يصلي مثنى مثنى وما يوترش بقى خلاص، لانه قدم الوتر في ايه؟ في اول الليل. وفعلها بالقران في جميع الشهر، ويسن ايضا انك انت تقسم القران عليها طول الشهر. كويس؟ احنا عملنا ايه؟ احنا يعني اللي هو انا يعني عملت كده حاجه كده من عند نفسي منذ سنوات طويله، يعني الحمد لله. أنا بختم القرآن فيها مرتين. ليه؟ أصل هما جابوا ليه يسن إنك أنت تختم القرآن فيها مرة العلماء؟ لأن سيدنا جبريل كان يراجع القرآن على رسول الله مرة في رمضان. كويس؟
فقال لك يبقى احنا ايه كمان نجيب القرآن كله في صلاة التراويح في رمضان. لكن آخر عام آخر رمضان للنبي حصل ايه؟ راجع عليه القرآن مرتين، في آخر العهد مراجعة القرآن مرتين. عشان كده دي تفنينة من عندي، لما أقرأها عند أحد دي من عندنا، اللي تقبلها تقبلها، ما تقبلهاش أنت حر، ما يجراش حاجة، الحكاية سهلة. لكن آخر العهد سيدنا جبريل راجع القرآن على رسول الله مرتين في رمضان. فأنت من السهل بمكان أنك أنت تختم القرآن مرتين في صلاة التراويح. ليه؟ لأن أنت هتصلي التراويح 20 ركعة، هي أصلا 20، اللي طلعوها 8 دول أصلا مبتدعين خلفوا الأمة، وهتقرا دلوقتي وتشوف هي أصلا 20 ركعة عددها. لما تجيب جزئين على 20 ركعة سهل جدا، أيسر ما يمكن، جزئين على 20 ركعة مفيش حتى تطويل. يمكن اللي بيصلوا الثمان ركعات يقروا ربع في كل ركعة، صلاتهم أطول من اللي بيجيب 20 ركعة فيها جزئين، وهم بيصلوا بجزء وأنت بجزئين، بتلاقيها أيسر. فلما تجيبها بالطريقة دي جزئين وجزئين، تقدر إيه تختم في صلاة التراويح مرتين بيسر، بأن يقرأ فيها كل ليلة جزء أفضل من تكرير سورة الرحمن. يبدو أيام برضو الإمام البيجوري سنة 1200 هجرية وشوية، يعني من حوالي كده 400 سنة، من حوالي 200 سنة، كان شيخ الأزهر هو من 200 سنة. يبدو أن كانوا المصريين يتعارفوا كده يصلوا العشرين ركعة يكرروا سورة الرحمن فيه، اللي هي فيها فبأي آلاء ربكم تكذبون، يقسمها ويقول ما يخلصها يرجع يعيدها تاني لحد ما يخلص. فبيقول لهم لا، أفضل إنك تقسم القرآن كله من إنك تكرر سورة الرحمن أو هل أتى على الإنسان أو سورة الإخلاص بعد كل سورة من التكاثر إلى المسد كما اعتاده أهل مصر. وقد ورد في فضلها آثار شهيرة، في فضل صلاة التراويح ورد في فضلها آثار شهيرة. الآثار أعم من حديث، الأثر عام من الحديث. الأثر يشمل الحديث المتعلق بكلام النبي، ويشمل الخبر الموقوف على الصحابي، ويشمل الخبر المقطوع على التابعي، ويشمل أخبار أهل الكتاب السابقين أيضا. يعني كل ما قيل بقى، يبقى الأثر ده أوسع شوية. وعشان كده بيقول إيه، ورد في فضلها آثار شهيرة، منها ما ورد عن عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وآله وسلم خرج من جوف الليل في رمضان وصلى في المسجد، فصلى الناس بصلاته فأصبحوا يتحدثون بذلك، وكثر الناس في الليلة الثانية فصلى وصلوا بصلاته، فلما كانت الليلة الثالثة كثر الناس حتى ضاق المسجد على أهله، فلم يخرج إليهم حتى خرج لصلاة الفجر، فلما صلى الفجر أقبل عليهم وقال لهم إنه لم يخف علي شأنكم الليلة، ولكن خشيت أن تفرض عليكم صلاة الليل فتعجزوا عنها. ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والأمر على ذلك في خلافة أبي بكر. على ذلك يعني الناس بيصلوا فرادى يعني، وصدر خلافة عمر رضي الله عنهما. وفي سيدنا عمر برضو في أول خلافته الناس برضو قاموا يصلوها فرادة. وبعدين دخل سيدنا عمر مرة بعد صلاة العشاء المسجد، لقى كل واحد بيصلي لوحده، واللي واحد واقف بيصلي ورا اتنين، واللي بيصلي ورا تلاتة، واللي بيصلي ورا أربعة، واللي بيصلي لوحده، وده معلي صوته وده بيرفع صوته على ده. ما عجبوش المنظر سيدنا عمر، لا الحكاية كده لا مش حلو كده، هيتعبوا بعض. فراح ايه تاني يوم بعد صلاة العشاء جمعهم كلهم وقال لهم صلاة التراويح كلها بإمام واحد 20 ركعة، تعالى يا أبي، وكلف أبي يصلي بالرجال وأبو خيثمة يصلي بالنساء. يبقى عمل إمام للنساء يصلي بالنساء، وعمل إمام للرجال، وأمروا أن يصلي 20 ركعة، واخد بالك؟ يبقى دي كانت سنة سيدنا عمر أنه يجمع الناس كلهم على إمام واحد. ثم جمع عمر الرجال على أبي بن كعب والنساء على سليمان بن أبي حثمة، أنا غلطت قلت خيثمة، هو حثمة، على سليمان بن أبي حثمة. ولذلك قال عثمان في خلافته نور الله قبر عمر كما نور مساجدنا، لأن طبعا خلى المساجد منورة لساعة متأخرة من الليل،
بدل ما كانوا يخلصوا العشاء وتضلم وكله يروح حال. فسيدنا عثمان عجبته ان المساجد منيره كده في رمضان وممتلئه بالناس، واللي عمل السنه دي سيدنا عمر، فدعاله بعد ما توفي. ومقتضى هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم خرج لهم ليلتين فقط، والمشهور انه خرج لهم 3 ليال، وهي ليله 23 و25 و27، ولم يخرج لهم ليله 29. وانما لم يخرج صلى الله عليه واله وسلم على الولاء، يعني يوميا، رفقا بهم، وكان يصلي بهم 8 ركعات، لكن كان يكملها 20 في بيته صلى الله عليه وسلم، وكانت الصحابة تكملها كذلك في بيوتهم، بدليل أنه كان يسمع لهم أزيز كأزيز النحل. يبقى لما صلى الرسول صلى الله عليه وسلم بهم 8 ركعات، صلى بهم جزء من صلاة التراويح وليس كل صلاة التراويح، بدليل أنه كانوا الصحابة تنصرف من النبي صلى الله عليه وسلم وتسمع في بيوتهم الصلاة مستمرة، لكن كانوا بيكملوها. طب وإحنا عرفنا كانوا بيكملوها كم ركعة منين؟ من فعل سيدنا عمر، لأن سيدنا عمر مش هيقول 20 من عند نفسه، أكيد هم كانوا عارفينها، بدليل إجماع الصحابة والسكوت. ما هو كانوا ممكن يعترضوا لو كانت 20 دي من عند سيدنا عمر، كانوا يقولوا له جبتها منين؟ وكان فيهم سيدنا علي بن أبي طالب مش هيسكت، وكان سيدنا عبد الله بن عمر ما يسكتش، ستنا عائشة قاعدة في حجرتها وسامعة كل حاجة وشايفة، كانت هتسكت؟ اللي هي راوية حديث ما زاد رسول الله في رمضان ولا غيره عن 11 ركعة، يبقى دليل ان ستنا عائشة في الحديث ده كانت تقصد صلاة قيام الليل مش التراويح. اللي هم فهموها ان يخلوا التراويح 11 ركعة، وستنا عائشة بتقول على صلاة قيام الليل مش على صلاة التراويح. كأن سيدتنا عائشة تريد ان رسول الله كان في رمضان يواظب على صلاة قيام الليل بجانب التراويح فلم يترك. فهمت ازاي؟ ولما واظب عليها في رمضان واظب عليها كسائر ليالي العام فكانت 11 ركعة. ادي حديث ستنا عائشة، وليس يتكلم في صلاة التراويح اصلا كما فهمه متأخري هذا العصر، لان بدعة الثمانية والثلاثة ال11 ركعة دي طلعت من سنة 31 بس في مصر، ثم انتشرت في العالم الاسلامي. اللي طلعها مين؟ بتوع الجمعية الشرعية، الشيخ السبكي رحمه الله وجزاه الله عن المسلمين وعن جهاده خير الجزاء، صاحب كتاب الدين الخالص، مؤسس الجمعية الشرعية، فهم الحديث ستنا عائشة على انه دي صلاة التراويح، واسس الجمعية الشرعية ونشر هذا المعنى الذي فهمه بين الناس. وبعدين بعد كده تبنت هذه الفكرة الوهابية بقى نفسه، الشباب الوهابي والجماعة المتأثرين بالمذهب الوهابي، ونشروها في المساجد، ووافقت قبول عند الناس بسبب كسلهم، لأن الناس طبعا تكسل، هصلي أنا 11 ولا 20؟ 11 حلوة أوي. فانتشرت في وسط المساجد وصارت لها جمهور عريض من الناس. لكن ربنا عصم الحرمين من إنها تنزلق في هذه البدعة، واستمرت 20 ركعة من لدن الصحابة إلى يومنا هذا، الحمد لله، الحرمين الشريفين ومسجد ستنا زينب كذلك بيصلوا 20 ركعة زي ما هم. مسجد سيدنا الحسين سنة يصلوها كده وسنة يصلوها كده حسب الإمام اللي بيجي بقى هو ونصيبه. في الأزهر صلوا مرة 20 كم مرة كده وبعدين رجعوا تاني لل11، لأنها بتعتمد على برضو الإمام المعين من قبل الأوقاف، هو عنده نشاط كده وبيحب، ولا الحكاية عايز يقفل الجامع بدري ويروح، فبتخش المسائل في الحكاية دي. لكن على أي حال، إجماع الصحابة، إجماع سكوتي، وإجماع الأمة على مر العصور على كونها 20 ركعة، ده دليل كافي في إثباتها، ولو لم يرد حديث عن رسول الله بتحديد القدر، لأن أدلة الشرع الشريف إحنا بناخدها من الكتاب أو السنة أو الإجماع أو القياس، مش كده؟ فلو لم يكن في صلاة التراويح آية تدل على عددها ولا حديث يدل على عددها، ففي الإجماع، فالإجماع لوحده دليل. بل قال العلماء لو ورد حديث يخالف الإجماع قدم الإجماع، لأن لا تجمع الأمة على خلاف الحديث إلا لوجود حديث آخر لم يشتهر وكان سببا في إجماعهم على خلاف الحديث الوارد. شوف قد إيه، يعني يقدموا الإجماع على الحديث، لأن الإجماع متواتر والحديث أحد.
فهمت ازاي بقى؟ فما بالك لم يرد حديث في عددها، وورد الإجماع على مر العصور والقرون تتصلى 20، لكن اللي هيصليها 8 و3 وتر 11 يبقى أقام ليل رمضان، ولكن لم يصلي التراويح، لكن أقام ليل رمضان له ثواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وتأخر. يبقى قام رمضان بس ما صلاش التراويح، صلى صلاة القيام، لكن مش هنسميها صلاة التراويح، لكن له ثواب عظيم أحسن من اللي نايم كويس، لكن ما صلاش صلاة التراويح، لأن لغة التراويح جمع ترويحة، والترويحة بتكون بعد 4 ركعات، فلو صليناها 8 هتبقى صلاة الترويحة مش صلاة التراويح، والأمة كلها بتسميها صلاة التراويح، يعني لابد أن تكون فيها ترويحات أكثر من 2 على الأقل، فلما تلاقي 20 تلاقي فيها 4 ترويحات على الأقل من 4 ل 5، يبقى هي دي التراويح من حيث اللغة حتى. يبقى صلاة الترويحة اللي بيصلوها دي في المساجد 11 ركعة دي صلاة قيام ليل رمضان يثاب عليها، ولكن لم يعمل صلاة التراويح. صلاة التراويح دي عبادة مخصوصة متعلقة بليل رمضان، لها عدد مخصوص يسن فيها الجماعة، وتصلى مثنى مثنى، ولها عدد محدد، خد بالك هي دي المسألة. أيوه لا لا لا، ما هو في الوصال قال إني لست كهيئتكم، نهى أمتي هنا. لا ما لا، بس الصحابة كانوا بيروحوا يصلوا، ما قال لهمش. ده هو الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخرج يصليها جماعة حتى لا تثبت في الشرع واجبة، بس هو لم ينهاهم لما صلى 8 بس. لا صلى 8 لكن كملوها، صلى 8 جماعة وكملوها، احنا ما عرفناش كانوا بيكملوا كام إلا من فعل سيدنا عمر بعد كده، خدت بالك؟ ادي كل الحكاية، لأن النبي لم يرد أن تكون جماعة مستمرة في عصره حتى لا يظن الناس وجوبها فيعجزوا عنها رفقا بأمتي، لأن النبي مشرع، فالنبي أحيانا يترك الأفضل من باب البلاغ حتى يبين أنه ده مش واجب، لأنه لو واظب عليها كنا ممكن نعتقد وجوبها، والمواظبة عليها أفضل من تركها، فيترك النبي يفعل الأدنى، يفعل الأدنى ويترك الأفضل من أجل البيان، لأن النبي مأمور بالبلاغ، ويكون ترك الأفضل في حقه هو الأفضل للبلاغ، إنما إحنا مش مشرعين، إحنا علينا نواظب، لأن إحنا مهما واظبنا مش هتخليها واجب، لأن التشريع خلاص استقر. وعشان كده في بعض الناس يقول لك أنا مش عايز أقرأ فجر كل جمعة سورة السجدة والإنسان، لحسن الناس تفتكر إنها واجبة. لا والله لو واظبت عليها عمرك كله ما عمرها ما هتبقى واجبة، دي سنة. النبي لم يواظب عليها عشان يبين إنها ليست واجبة، فالنبي مشرع، أنت مش نبي. لكن أنت مطلوب تواظب عليها على طول. خدت بالك؟ في كل جمعة. أدي طريقة فهم الشافعية، ده مش فهم أنا، ده طريقة فهم المذهب الشافعي في المسألة. خدت بالك؟ نقرأ كلام الشيخ يمكن تلاقي إجابات أخرى عندك. 20 إلى الآن. علشان الحرمين بيملأوا جموع من جميع العالم الإسلامي، فيخافوا إن هم يصدموا الناس في اعتقاداتهم، فيعملوا فتن. فبيصلوها كده، لكن هم بينهم وبين نفسهم عايزين يخلوها 8. بس أدي المسألة. لا بتاع المشرف البوس قال لهم 8 بس. المشرف البوس قال لازم 8 بتاع. اعترض الامام بتاع وزاره الاوقاف وكان امر الشيخ، قال مهما كان هنصلي الشيخ. ليه؟ لانه هو ده المعتمد في المذاهب، لان انت بتيجي جنسيات مختلفه. اما يجي لك واحد من اندونيسيا طول عمره يقرا كتب شافعيه واخد بالك يلاقي 20 ركعه، يجي لك واحد من باكستان ولا من الهند قاعد يقرا كتب الاحناف والاحناف كلهم يقول لك 20 ركعه. يجي لك واحد من المغرب ومالكي والملكيه عندهم 36 ركعه في غير مكه كمان مش 20، وبعدين تيجي تخليه يصليها 8 هيتخانق معاك لانه ما قراش الا المذهب بتاعه. وعلشان كده هم ما قدروش في الحرمين، لانه بتجتمع فيه كل الجنسيات، ان يغيروا هتعمل ضجه.
لكن في المساجد بتاعتهم اللي في الاطراف، تروح جدة، تروح مش عارف ايه، تخش تلاقيهم بيصلوا 8 ركعات و3 وتر في الاطراف بس. هي 23 بالوتر. هنقرا كلام الشيخ: وانما لم يخرج صلى الله عليه وسلم على الولاء رفقا بهم، وكان يصلي بهم 8 ركعات، لكن كان يكملها 20 في بيته، وكانت الصحابه تكملها كذلك في بيوتهم، بدليل انه كان يسمع لهم ازيز كازيز النحل، وانما لم يكمل بهم 20 في المسجد شفقه عليهم. واستشكل قوله صلى الله عليه وسلم: ولكن خشيت ان تفرض عليكم، بقوله تعالى في ليله الاسراء: هن 5 والثواب 50، لا يبدل القول لدي. اذا كان الفرائض خلاص انقضت، فمنين النبي بيقول لك انا خفت افرض عليكم؟ انقضت في الاسراء. فاستشكلوا هذا الحديث، قالوا المعنى يقصد ايه النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى ده؟ واجيب باجوبه احسنها ان ذلك في كل يوم وليله، ان الخمس فرائض دي في كل يوم وليله، فلا ينافي الزياده متعلقه بشهر رمضان دون بقيه الشهور، فده ما ينافيش. فلا ينافي فرضية غيرها في السنة. واعلم أن زيادة زيادة إيه؟ زيادة الوقود. الوقود الوقود اللي هو يعني الإضاءة، مش الإضاءة دي هتكلف المساجد وقود زيادة الوقت، تكلفهم كهرباء زيادة، مش كده برضو؟ فممكن تيجي الحكومة تقول لك إن دي ترشيد للاستهلاك، احنا مش عايزين صلاة التراويح في المساجد، صلوها في البيوت عشان نطفي الكهرباء، لان ده بيكلف المساجد. مصر فيها 1000 مسجد مثلا، القاهرة يقعدوا ساعتين بعد صلاة العشاء، هيكلفوا مش عارف في شهر رمضان يقعد يحسبها لك، يقول لك مثلا 2 مليون جنيه كهرباء، يبقى ده زيادة وقود اهي. فهمت ازاي؟ واعلم ان زيادة الوقود عندها، يعني في هذه الليالي، جائزة ان كان فيها نفع ولم تكن من مال محجور عليه. لو كان المال ده مش من مال ايتام ولا مال محجور عليه فيبقى جائز. ولا من وقف لم يشرطها الواقف فيه، ولم تضطرد العادة بها في زمانه مع علمه بها، وإلا فهي حرام. يبقى لو كانت في مال ايتام او مال وقف لم يشترطها، يعني واحد بنى مسجد وقف وعمل له ريع انه ينفق عليه على هذا المسجد، ولم ينص فيه، ويضاف الى ذلك اضاءة المسجد ليالي رمضان حال صلاة التراويح، ما اضافش البند ده، يبقى ساعتها يحرم تاخد من مال الوقف تدفع تكاليف الوقود الزائدة، يبقى انت تدفعها من اي بند اخر، تدفعها من بند اخر غير بند الوقف. فهمت؟ ادي معنى كلامه. وهي 20 ركعة، أي في حق غير أهل المدينة الشريفة، أما في حقهم فهي 36. وسبب ذلك أن الصحابة في مكة كانوا يفصلون بين كل ترويحتين بطواف ليستريحوا وينشطوا بذلك، لأن في الانتقال من عبادة إلى عبادة أخرى راحة ونشاطا، ولذلك سميت التراويح، وكان ذلك باجتهاد لا بأمره. ده باجتهاد منهم اهل المكة كده، بقوا يصلوا ركعتين ركعتين، والراحة بدل ما يقعدوها يطوفوا 7 اشواط ويرجعوا يصلوا ركعتين ركعتين. اهل المدينة سمعوا الشغلانة دي، قالوا الله، طب ما اهل مكة بقى هيستفيدوا اكتر مننا، احنا قاعدين وهم بيطوفوا. فراحوا حطوا في كل مكان كل ترويح 4 ركعات، فاربع ترويحات ب16 مع ال20 بقت 36. ادي سبب اضافة ايه المسألة دي. ولما تعذر الطواف على أهل المدينة المشرفة أداهم اجتهادهم إلى أن يجعلوا مكان كل طواف 4 ركعات، فصارت عندهم 36، لكن فعلهم لها 20 أفضل، لأنه الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. وده اللي حاصل الوقت، لما بتروح المدينة في رمضان بتلاقيهم بيصلوا 20. والمراد بأهل المدينة من كان فيها أو في مزارعها وقت أدائها، ولهم قضاؤها ولو في غير المدينة 36 بخلاف غيرهم فلا يقضيها كذلك. يبقى خلاف أهل المدينة حتى لو قضى التراويح يقضيها 20، مش ما يقضيهاش 36.
ولكن أهل المدينة ولو كانوا في غير المدينة لهم أن يقضوها 36 لزيادة شرفهم يعني. ولو في المدينة فإن القضاء يحكي الأداء يعني يشبه الأداء، يحكي الشيء يعني يشبهه. قال الحليمي: والسر في كونها 20 ركعة. ليه السر بقى في كونها 20 ركعة؟ أن الرواتب المؤكدة في غير رمضان 10 ركعات، زي ما قلنا الأول الرواتب المؤكدة اللي هي مرتبطة بالفرائض في قبل في غير رمضان 10، 2 قبل الصبح، 2 بعد الظهر، 2 قبل الظهر، و2 بعد الظهر، و2 بعد المغرب، و2 بعد العشاء، يبقى دي 10 اهو. فضوعفت فيه، فضوعفت بقى دي في رمضان، لان في رمضان الانسان عليه ان هو يضاعف اعماله لانه موسم خير، فبدل 10 خلوها 20، لانه وقت جد وتشمير. خد بالك ان التعليل ده اجتهاد العلماء، ليه 20؟ الله اعلم بالعربي كده، لكن العلماء يقول لك يمكن عشان كذا. فلو التعليل ده ما دخلش مخك مثلا، مش معناه انك انت ما تخليهاش 20، لا هي 20 بالتعليل ده او بغيره. فهمت بقى المساله؟ لان التعليل ده اجتهادي. قوله بعشر تسليمات اي وجوبا، زي ما بيقول لك مثلا انك الصلاه كل ركعه فيها سجدتين، ليه سجدتين؟ اركان، مش بتسجد في كل ركعه سجدتين؟ يقول لك عشان السجده الاولى تعدل السجده التي امر الله سبحانه وتعالى بها الملائكه ان يسجدوا لادم، والسجده الثانيه عشان الملائكه لما رفعت من السجده الاولى وجدت ابليس بيجادل ربه وربنا لعنه فسجدوا شكرا لانهم سجدوا اولا فبقت سجدتين. ده تعليل. لكن هل التعليل ده معنى كده لو ما دخلش مخك تقوم اما تيجي تصلي الصلاه تخلي الصلاه الركعه فيها سجده واحده؟ لا، هي سجدتين برضه، سواء بهذا التعليل او بغيره ما تفرقش انا معايا، هي السجدتين ركن ركن. فهمت بقى المساله؟ قوله بعشر تسليمات يعني 20 ركعة بعشر تسليمات، يعني تصليها مثنى مثنى، أي وجوبا فلا يصح 4 منها أو أكثر بتسليمة، لأنها وردت هكذا وأشبهت الفرائض بطلب الجماعة فيها فلا تغير عما وردت عليه. يبقى 2 2 2 2 كويس. قوله في كل ليلة من رمضان أي بعد صلاة العشاء كما سيأتي، ولو مجموعة مع المغرب جمع تقديم. ولو جمعنا العشاء مع المغرب في وقت المغرب جمع تقديم ممكن تبدأ في صلاة التراويح والعشاء لسه ما تدنيش، هي انك صليت فرض العشاء. وجملتها جملة الترويحات 5 ترويحات، جمع ترويحة من الراحة لأنهم كانوا يستريحون بالطواف بين كل 4 ركعات فسمي كل 4 ركعات ترويحة لذلك. قوله وينوي الشخص بكل ركعتين التراويح، تقول نويت صلاة ركعتين من التراويح، نويت صلاة ركعتين من التراويح الله أكبر، نويت صلاة ركعتين من التراويح الله أكبر، أو تقول نويت صلاة ركعتين قيام رمضان هذه الليلة الله أكبر، كل ركعتين تنوي هذه النية. أو سنة التراويح. وقوله أو قيام رمضان أي أو سنة قيام رمضان، فلا تصح بنية مطلقة، يعني ما ينفعش تنوي تقول نويت صلاة ركعتين لله الله أكبر، ما تبقاش تراويح، تبقى ركعتين مطلق نفل، يعني لازم تنص على انها سنة قيام رمضان او سنة التراويح. ولو صلى 4 ركعات او اكثر كما علم بالاولى. وقوله لم تصح اي اصلا ان كان عامدا عالما، والا صحت له نفلا مطلقا، يعني واحد ما يعرفش الاحكام فقال انا صلاة التراويح 20 ركعة انا هصليهم 4 4 عشان اخلص بسرعة، وجاهل، تحسب ليه نفل مطلق وما تتحسبلوش تراويح، لكن دي مطلق تطوع كويس. لكن لو عامد متعمد وعالم لا تصح منه ولا نفل مطلق. ليه؟ لتجرؤه على الشرع الشريف. فهمت بقى المسألة؟ يبقى في فرق بين الجاهل وفي فرق بين العامد العالم. ها؟ احنا مش بنتكلم في الجماعة، احنا بنتكلم على 2 ركعة و4، احنا قلنا ان هي اشبهت الفرائض فلا تغير،
أشبهت الفرائض فلا تغير لطلب الجماعة فيه، فلا تغير عما ورد النبي صلى الله عليه وسلم صلاها مثنى مثنى يبقى نصليها مثنى مثنى، خدتها فلا تغير. ووقتها بين صلاة العشاء وطلوع الفجر فهي كالوتر في الوقت ويندب تأخيره عنها، يندب تأخير الوتر عن صلاة التراويح. خاتمة، بقي من النفح في نوافل أخرى لم يذكرها بقى المصنف، فأراد المحشي إيه إنه يذكرها. بقي من النفل تحية المسجد غير المسجد الحرام لداخله، يعني الداخل في المسجد يصلي ركعتي تحية المسجد، دي نفل برضه، إذا لم تشغله عن الجماعة ولم يخف فوت راتبة. يعني أنت تصلي ركعتي تحية المسجد، إذا دخلت المسجد ولقيت فيه لسه وقت طويل هيقيموا الصلاة للجماعة وقت براح، صلي تحية المسجد، صلي معها السنة القبلية. أو دخلت المسجد وما صليتش العصر والمغرب فاضل عليها 5 دقايق، يبقى ما تنشغلش بتحية المسجد، صلي الفرض العصر، لأن لو انشغلت بتحية المسجد هيدن المغرب عليك وانت ما صليتش العصر، يبقى ساعتها تنشغل بالراتبة على طول ايه بالصلاة المفروضة. يبقى إذا لم تشغله عن الجماعة، يبقى تسن تحية المسجد، إذا لم تشغله عن الجماعة أنا دخلت لقيتهم بيقيموا الصلاة على الجماعة، انشغل بقى بالجماعة، ما انشغلش بركعتي تحية المسجد. ولم يخف ممكن تجمع النيتين معاها، معاها تحية المسجد ومعاها سنة الوضوء في ركعتين، 3 نوايا في ركعتين ينفع. ولم يخف فوت راتبة، وإلا اشتغل بالجماعة أو بالراتبة ويحصل له ثواب التحية إن نواها معاها، لو ما نواهاش ما ياخدش ثواب. نويته في قلبك، بس انا بترجم لك اللي بيتقال في القلب. تقول نويت صلاة ركعتي سنة الظهر القبلية وسنة الوضوء وتحية المسجد وقضاء الحاجة واستخارة الله اكبر، شوف قد ايه بقى كم نية في ركعتي، سهل. وممكن وانت دخلت لقيتهم يقيموا الصلاة للظهر ما ادركتش وقت قبل الاقامة، تروح واقف نويت صلاة الظهر وتحية المسجد، نويت صلاة فرض الظهر مقتديا وتحية المسجد أداء الله أكبر، يبقى بتنوي الاقتداء تنوي الفرضية وتعين. ما قال لك يا سائلي عن شروط النية، الايه القصد والتعيين والفرضية، يا سائلي عن شروط النية القصد يعني قصد الصلاة، عشان كده تقول نويت أصلي، فهمت؟ إذا أدي معنى قصد الصلاة القصد، والتعيين تصلي إيه؟ تقول الظهر، والفرضية ما تقولش الظهر بس تقول فرض الظهر، فهمت بقى المسألة؟ لكن الأداء والقضاء سنة مش شرط، كنها مقتدي أو إمام أو منفرد دي سنن بقى مش شرط تحطها، لو حطيتها خير وبركة، إلا في صلاة الجمعة يشترط أن تنوي الجماعة ويشترط للإمام أن ينوي الإمامة، وإلا بطلت الجمعة على كل الحاضرين، لأن الجمعة ليست لها صورة منفردة، فهمت بقى الحتة دي؟ هتيجي في صلاة الجمعة. أيوه تقوم تنشغل انت بالفريضة وبعد كده تصلي الركعتين بعدها، لانها صلاة ذات سبب فيجوز قضائها وقت الكراهة عند الشافعي، فيش حاجة. او اطلق على المعتمد، ولذلك قال بعضهم، في علماء قال لك ايه المعتمد عندنا في المذهب، انه لو نوى صلاة الظهر بس وما نواش معاها تحية المسجد خد ثواب تحية المسجد كمان، ده المعتمد في المسجد. ومقابل المعتمد قال لك لا، لا يأخذ ثوابا إلا إذا نوى. قال لك لأن صلاة تحية المسجد ليس صلاة مخصوصة، بل هي لمطلق الصلاة في المسجد، فإذا صليت في أي صلاة فقد حييته فأديت تحيته، فهمت بقى المسألة؟ تحية المسجد أن تصلي في أي صلاة،
فهمت بقى المسألة؟ فطالما هتصلي فيه فريضة يبقى أدت التحية، هتصلي فيه راتبة أدت التحية، هتصلي فيه سنة أدت التحية. لا لا، فضل الله واسع، فضل الله واسع يا سيدي، ما بيضيقوش على الناس، ربنا كريم، بس عايزك انك انت تبقى عندك علم ازاي تجمع النوايا دي كلها، لان انت لما بتجمع النوايا دي بتجمعها بناء على علم سابق، والعلم السابق ده عبادة، وعشان كده صلاة العالم ثوابها اعلى من صلاة الجاهل. ليه صلاة العالم ثوابها اعلى من صلاة الجاهل؟ لانه وانا بقرأ الفاتحة عارف انها ركن، فناوي فيها الركنية، انما التاني بيقرا الفاتحه ما يعرفش دي ركن ولا سنه، فمش ناوي لا فيها لا ركنيه ولا ناوي فيها فرض وسنيه، فتلاقي ياخد ثوابه وخلاص. لكن العالم دي بتتحط له في ميزان الركن، ودي بتتحط له في ميزان السنه، ودي بتتحط له في ميزان الابعاد، لانه بصلاته فيها علم، ففيها علم زائد. فهمت بقى المساله؟ عشان كده صلاه العالم ثوابها اعلى من صلاه الجاهل بالصلاه. وفضلها بالفرض والنفل حصل، يعني بيقول لك وفضل صلاة تحية المسجد حصل، ده جزء من بيت شعر كده من أشعار كانوا بيعملوها في المذهب عشان الأطفال يحفظوها، فجايب لك حتة كده شطر من بيت شعر بيتكلم على تحية المسجد. وفضلها بالفرض والنفل حصل، يبدو أنه هو جايبها من ابن رسلان. ابن رسلان ليه أبيات شعر في مذهب الشافعي اللي هو الزبد لابن رسلان، عامل حوالي 1000 بيت شعر ملخص في مذهب الشافعية كله، فجايب لك حتة منه. لا مش مكتوب عندك هنا ابن رسلان، دي أصلا أمهات الكتب. نويت أو لا، نويت أو لا وإن نفاها سقط الطلب عنه. نويت أو لا يعني حصل فرض ثوابها سواء نويتها مع اللي صليت في المسجد أو لا، وإن نفاها سقط الطلب عنه ويكره له فعلها إذا وجد المكتوبة تقام. وإن نفاها سقط الطلب عنه، يعني نفاها يعني لغاها. لو لغاها، لغى تحية المسجد بإيه؟ بإنه جلس، دخل وجلس، يبقى ما تقولوش قوم صليها بقى لأن سقط الطلب عنه. ويكره له فعلها إذا وجد المكتوبة تقام، يكره لي أنه أول ما يدخل كده لو وجد الناس بتصلي المكتوبة يروح هو مصليها، يكره له. ولا تسن التحية للخطيب إذا دخل الخطبة. اللي جاي يخطب الجمعة السنة فيه أنه يدخل من باب المسجد على المنبر، السنة في حقه، لأن ده كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اللي جاي يخطب الجمعة السنة في حق أنه يدخل على المنبر على طول. ولا تسن التحية للخطيب إذا دخل للخطبة وخرج بغير المسجد الحرام، يعني بيقول لك إن تحية المسجد دي في غير المسجد الحرام، فلما قال في غير المسجد الحرام خرج المسجد الحرام. ليه؟ ما لو دخل المسجد الحرام مريدا للطواف فإن تحيته بالنسبة للبيت الطواف، البيت الحرام تحية الطواف، وبالنسبة لبقية المسجد الصلاة، المساجد بتاعي، ويؤخرها عن الطواف، فلو قدمها عليه كره. يبقى يؤخر صلاة الركعتين بعد الطواف عشان هتبقى سنة الطواف ودخل معها سنة تحية المسجد، والطواف أدى التحية. فإن لم يرد الطواف، افرض لقى الطواف زحمة ودخل كده ولقى نفسه مرهق مش هيقدر يطوف، يبقى يصلي ركعتين تحية المسجد سهلة. يبقى ايه؟ الطواف لو وجدت في نفسك نشاط فهو التحية، فإن لم يرد الطواف فالتحية الصلاة فقط وتتكرر. مطلقا في أي وقت تدخل فيه الكعبة تحيتها الطواف، لا مفيش لزوم لأنها سنة أصلا. اهي هيقول لك وتتكرر التحية بتكرر الدخول ولو عن قرب، يعني خرجت كلمت واحد ودخلت تاني صليها تاني ولو عن قرب، وتحصل بركعتين فأكثر في إحرام واحد، وبذلك علم أنها لا تحصل بأقل من ركعتين
ولا بصلاة جنازة، ما تحصلش بصلاة جنازة تحية المسجد، لأنها بصلاة بلا ركوع ولا سجود، ولا بسجدتي تلاوة وشكر، ولا سجد للتلاوة ولا سجد للشكر، تبقى تنقضي تحية المسجد. يعني هو داخل بيدندن القرآن كده دخل المسجد، وهو دخل أول ما دخل كان جاء مر على أي سجدة، فراح نازل سجد للتلاوة، يبقى يقوم بعدها يصلي ركعتين تحية المسجد. أو داخل المسجد فلقى مثلا إيه أبوه بقاله سنين ما شافش أبوه، فراح ساجد شكر إنه قابل أبوه كان بيدور عليه بقاله سنين، أو قابل الراجل اللي كان واخد منه فلوسه ومش عايز يسددها له بقاله سنين بيدور عليه، فقابله ولقى معاه الفلوس هيديها له، فراح سجد شكر. فهمت إزاي؟ يبقى برضه يقوم يصلي ركعتين تحية المسجد، يبقى لا تسقط تحية المسجد بسجدتي التلاوة ولا أو والشكر. يعني سجدة التلاوة سجدة الشكر، فخلها سجدتي التلاوة والشكر جمع يعني. وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهوا أو جهلا وقصر الفصل. افرض هو ما يعرفش الأحكام دي ودخل وراح قاعد وهو ما يعرفش جاهل، فالشيخ قاعد في الجامع لقى كده داخل وشكله كده يعني من عوام المسلمين يمكن ما يعرفش الحكم، قال له ما تقوم يا أخي صلي تحية المسجد، وبعد كده ما تدخل تصلي ركعتين على طول تحية المسجد. لكن جاي عليه سمات العلماء كده ولابس عمه وجبه وراجل حافظ القران وراح قاعد، خلاص ما يقولوش قوم بقى لانها سقطت يعني. يبقى لو كان جهلا يقوم برضه ما تسقطش. وقصر الفصل برضه ايه، ما قعدش بقى ساعه وبعدين تيجي تقومه بعد ساعه، يعني يا دوب قعد تقومه على طول، لان ايه فاكر انت في الحديث اللي دخل احد الصحابة على الرسول وهو بيخطب الجمعة جلس، فالرسول قال له ايه قم فصلي ركعتين، مش كده برضه عارف الحديث ده المشهور يعني، قال له بتاع سليك قال له قم فصلي ركعتين لانه ما طالش الفصل والتعليمه، ولان كان شكله لابس لبس اهل البادية يعني غالبا ما يعرفش الاحكام، كان لابس لبس اهل البادية وكان لبسه فقير، عشان كده الاحناف قالوا لا ما يصليش، لان الحادثه دي حادثه حلب سليك، لان كان لبسه رث الهيئه والرسول اراد ان كل المسجد يبص له عشان يتصدق عليه بعد الصلاه. ده الاحناف فهموا من الحديث ده كده. عشان كده عند الاحناف قال لك ايه؟ حديث سليك الغطفاني خاص به، ولكن عندنا لا نخصص الحديث ونقول انه حادثه حلب الا بورود نص قاطع انه له دون غيره. واخد بالك؟ مش لمجرد الشبه. ما نخصص الحديث ونجعله حادثة حال لمجرد الشبه. فهمت بقى المسألة؟ وعشان كده عند الشافعية لو دخلت والخطيب بيخطب تصلي ركعتين. الخطبة بركعتين؟ ده في الفرض، احنا بنتكلم على تحية المسجد. خطبة الإمام الجمعة. بدل ركعتين يعني تعدل ركعتين، احنا بنتكلم دلوقتي. أيوة. إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة. لا لا، بس خد بالك إن الخطبة تعدل ركعتين لكن ليست في كل الأحكام. لأن ممكن تتحرك حركة زائدة في أثناءها فليست فيها كل الأحكام، وممكن ينتقد وضوءك أثناءها وتروح تتوضى ولا تبطل جمعتك، وعلشان كده لا تقاس على عليه، هي تعدل في الثواب لا في الصورة. فهمت إزاي؟ وعلشان كده إذا دخل يصلي ركعتي تحية المسجد بس بسرعة ما يطولش، يعني هنا في السنة في حقه إن هو إيه يتجوز، لدرجة قالوا يقرأ الفاتحة دون السورة ويطمئن في الركوع والسجود، يطمئن بس مش يطول بقى. ليه؟ لأنه عنده سماع الخطبة فرض، فما ينشغلش بالسنة عن الفرض إلا بقدر الضرورة، فيقوم إيه ينوي ركعتي تحية المسجد يقرأ الفاتحة ويركع حتى ما يجيبش سورة. ده العلماء بقى اللي عارف القصة، لكن لو واحد ما يعرفش الحكم ده عارف انه بيصلي ركعتين تحت مسجد على طول هو اصلا ما بيطولش، هو بيقول والله واحد، فمش هتاخد حاجه برضه، اللي هي الثوره القصيره دي مش هتاخد منه وقت. لكن على اي حال في مذهب معتمد هو مذهب الاحناف انه لو دخل في اثناء الخطبه يجلس على طول، ده مذهب الاحناف. لكن المالكيه والشافعيه والحنابله يصلي الركعتين تحيه المسجد. أن هي تتصلى برضه. نعم أنا
ما ايوه ما ممكن ده يكون ما وصلش لسيدنا ابو حنيفه، ما هو ما اتجمعتش كل الاحاديث في عصر الامام ابو حنيفه، واخد بالك؟ هو الامام ابو حنيفه قصها زي ما اخونا سعيد كده بيقصها، قال لك ان صلاه الخطبه دي فرض، سماعها فرض، وتحيه المسجد دي سنه، فازاي ينشغل بالسنه عن الفرض؟ فلما قاسها لقاها كده، لكن احنا ما نقولش نقيس مع وجود نص، خدت بالك؟ ما قسناش احنا، ليه الشافعيه ما رضوش يقيسوا؟ قال لك لان في نص، طالما في نص ما تقيس لا قياس مع النص. حديث سلاك الغطفاني لما الرسول صلى الله عليه وسلم قال له قم فصلي وهو في الخطبه، وما فيش دليل على تخصيص الحديث بحادثه حال يخليني ما اقيس، وعشان كده فيها تعبد، خدت بالك ازاي؟ ده راي الشافعيه. لكن الاحناف ما وصل لهمش قصة سيدنا عثمان لما دخل على سيدنا عمر في خلافته وإيه وصلى الركعتين تحية المسجد ولقاه كمان ما اغتسلش، قال له كمان ما اغتسلتش، ما عجبتوش الحكاية، جاي متأخر وكمان ما اغتسلتش، يعني غسل الجمعة، فما كانش عاجباه إيه منه سيدنا عمر. توضأت وجئت، قال له ولم تغتسل كمان، يعني جاي تعتذر عن جريمة فبتجيب جريمة تانية. هنخلص الحتة دي علشان نقف عليها. وتفوت بالجلوس إلا أن يكون سهوا أو جهلا وقصر الفصل، واعتمد بعضهم أنها تفوت بالقيام كما في الجلوس، يعني افرض دخل المسجد وفضل واقف مدة طويلة ما يعملش حاجة برضو تفوت وقتها بالقيام طويلا كما في الجلوس. وقال غيره لا تفوت بالقيام إلا إذا طال، وعلم من ذلك أن تحية المسجد بالصلاة وتحية البيت بالطواف وتحية الحرم بالإحرام وتحية منى برمي الجمار وتحية عرفة بالوقوف وتحية المؤمن بالسلام وتحية الخطيب الخطبة. ونقف على صلاة الأوابين وركعة الإحرام وركعة الطواف وركعة الوضوء إن شاء الله، وصلاة التسبيح يوم السبت القادم بإذن الله تعالى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفر عن ذكره الغافلون، وجزاكم الله خيرا.